هكذا متابعينا الكرام، هكذا الانطلاقات، هكذا الابداعات، هكذا التحديات متواصله مع تواصل اشواط. هذا صباح شوطنا الرابع خصص للقعدان الفطامين مباشره مع البدايه مع مقدمه هذا الشوط مع المركز الاول من يتقدم في هذه اللحظات وينطلق مع البدايه الاولى. يتقدم شاهين ذياب خليفه الينيبي على الصداره على مقدمه هذا الشوط وعلى المركز الاول، بينما المركز الثاني وصول في هذه اللحظات وتقدم من شاهين سيب بن علي بن حمدان الشامسي خذ المركز الثاني والمركز الثالث تقدم في هذه اللحظات ووصول من خلال شاهين محمد بن بخيت بن عود هنا ايضا العامري على مستوى المركز الثالث تابع الاسماء الاخرى الشعارات الحاضره في هذا الانطلاق والمنطلقه مع انطلاقه هنا ايضا الشوط الرابع في مجموعه الاشواط. ولكن نعود مع شاهين على البدايه الاولى يتقدم مع الصداره في هذا الانطلاق المستمر ذياب بن خليفه الينيبي على الانطلاق الاول في هذا الانطلاق المستمر في هذا الابداع الكبير. ما شاء الله، هذا هو شاهين ينطلق مع الصدارة يوكل لنا هذا الحضور ذياب بن خليفة الينيبي، ولكن بالعود غادم مع شاهين محمد بن بخيت بالعود العامري مع انطلاقة شاهين على مستوى المركز الثاني. ولكن المقدمة راعم طيلة قادم مع المركز الثاني. اللحظات الأخيرة لمن ناموس هذا الشوط، لمن انتصار هذا الشوط ما بين الينيبي ما بين الشامسية مع البداية الأولى. شاهين ولكن غير الباز انطلق إلى البداية. تهانينا والناموس لمالك الباز سعيد بن مطر بن خويدم الشامسي. المركز الثاني كان شاهين، هنا أيضا ذياب بن خليفة الينيبي، والمركز الثالث شاهين محمد بن بخيت بن عود العامري. هذه النتيجة، توقيتنا الزمن 2:10. تهانينا والناموس لمالك الباز سعيد بن مطر بن خويدم الشامسي.